فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يريد شخصان افتتاح شركة وسيكونان شركاء، لكن في الحقيقة أحدهما سيمتلك هذه الشركة لأنه هو الذي سيستثمر بماله، سيأخذ جميع الأرباح وسيتحمل جميع الخسائر، أما الثاني فإنما يحتاج إليه لجنسيته، حيث يتم تسجيل الشركة كشركة مختلطة الجنسية، وفيه فائدة ونفع للشركة، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، لأن هذا مخالف للنظام، هذا اللي يسمونه التستر، هذا لا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.